ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملنا مع بعض شويه فينو، بس يستاهلوا بقكم، بجد حلوين جدا جدا. بصوا الفينو معانا طري وقطني خالص، ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا خفيف جدا جدا جدا، اكني مش شايله اي حاجه. بصوا الشكل ده كده اهو معايا، بصوا فاتحه لكم من جوه. بصوا بصوا الكميه كمان دي كلها اللي عملناها، عملناها من كيلو دقيق واحد بس. بصوا كمان عملت البلجر اللي هو العيش بتاع الكايزر، بصوا بصوا خفيف وهش جدا وقطني خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو اهو، مش عايزه بجد الفيديو ده يفوتكم، عايزه اقول لكم فاتحه لكم اهو كمان واحد من جوه. بصوا هش ازاي بجد الفينو ده، ومقاديره سهله قوي 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 وهيعجبكم جدا النهارده. يلا بقى نخش ونشوف الطريقه مع بعض، ويا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش يشترك عشان عندي كل جديد ليكم، ويلا شوف المقادير مع بعض. ازيكم حبايب قلبي جيجي، النهارده بقى هنعمل مع بعض الفينو في البيت، بس هيعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بقى نخش على المقادير على طول. هنا معايا ده 6 كوبايات دقيق، من الكوبايه دي الكوبايه المعياريه دي 6 كوبايات من الدقيق. وهنا معايا انا بستعمل الخميره البيره يا جماعه، لو ما عندكيش الخميره البيره يبقى الخميره الفوريه، يبقى بكو من الخميره الفوريه او معلقه كبيره، دي قطعه من الخميره البيره. وعايزه اقول لكم ان بحب استعمل الخميره البيره عشان هي بتطري لي الرغيف الفينو، بيفضل معايا طري يوم واتنين وتلاته، يعني الفوريه بحس كده ان هو بيجلد، يعني حتى لو طلعته من الفريزر واستنيت عليه شويه بيجلد. وهنا معايا معلقه كبيره نشا، وهنا معايا معلقتين زيت او ربع كوبايه زيت، وهنا معايا معلقتين كبار سكر، وهنا معايا ذره ملح، وهنا معايا معلقه صغيره خل، وهنا دي معايا نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وهنا معايا معلقتين كبار لبن باودر، وهنا معايا ميه دافيه للعجن، دي هنستعملها الميه الدافيه دي عشان هنعجن بيها. اول حاجه هقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد شويه ميه دافيين على الخميره عشان تنشط معايا. وعايزه اقول لكم ان انا هسيب لكم فيديو في صندوق الوصف ازاي تحافظي على الخميره البيره لمده سنه في الفريزر ما يحصلهاش حاجه، وهحط معلقه واحده من السكر وهسيبها بقى لغايه لما تنشط كده معايا. ونشوف هنا هنعمل ايه. هنا هو هحط بقى الحاجات الجافه بتاعتي، هنا هو هفضي الدقيق هنا معايا في بوله كبيره شويه اهو بالشكل ده كده، هحط معلقتين اللبن الباودر، وهحط معايا معلقتين نشا، ومعلقه السكر اللي فاضله، وذره الملح، والبيكنج باودر. هقلب كل دول كويس وارجع لكم. ودمجت كده كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم يا ريت يا ريت ان الدقيق يكون منخول معايا، عشان هيفرق معايا في الهشه بتاعت الفينو نفسها. طبعا انا نخلاه. كده معايا الخميره بتاعتي جهزت اهي، وهنا فاضل معلقه الزيت، وفاضل اللي هي المعلقه الصغيره بتاعت الخل. هحط بقى كده معايا على طول كده الاضافات على بعض، ادي الزيت، وهحط الخل برضو اهو، وهحط معايا الخميره وهي نشطه اهي، تمام اهو. هدخل كل المكونات كده مع بعض، وهنزل بقى بالمية الدافية تدريجي لغاية لما العجينة تلم مية، حبة حبة كده اهو، وادوب لغاية لما العجينة تلاقيها لمت معاكي. معيار المية مش محدد، لان على حسب نوع الدقيق، في دقيق بياخد مية كتير وفي دقيق مبياخدش مية كتير، فعلى حسب. فانا بقى هاخد المية كلها وهعجن، وبعد كده ارجع لكم بالنتيجة ان شاء الله. وعايزه اقول لكم ان انا قعدت اعجن فيها لغايه لما وصلت لغايه القوام ده. بصوا ناعمه ازاي، بصوا العجينه بتاعتنا ناعمه ازاي خالص، واهم حاجه المطه دي، لما توصلي للمطه دي. طبعا انا قعدت اعجن عليه اعجن فيها 10 دقائق بالظبط متواصلين، 10 دقائق متواصلين لغايه لما تلاقي الملمس ناعم، وتلاقيها كمان ان هي بتديكي مطه كده معاكي بالشكل ده كده اهو. كده انا خلصتها تمام، هنغطيها بقى بالاسترتش كده اهو، هغطيها بقى بالاسترتش معايا، وبعد كده هروح احط عليها الحته دي كده اهو الفوطه بتاعتنا النضيفه دي، وهنسيبها بقى كده وتخمر معايا، ولما تخمر نرجع ونشوف عملت ايه ان شاء الله.
وجيت لكم بقى دلوقتي بعد العجينه معايا ما خمرت بالشكل ده. بصوا عايزه اقول لكم ان 6 كوبايات دقيق بمعدل كيلو دقيق بالظبط، يعني هما كيلو دقيق 6 كوبايات دقيق. وعايزه اقول لكم ان هو خد معايا نص لتر ميه، يعني الدقيق خد معايا نص لتر ميه، العجن خد نص لتر ميه. هنا بقى هنهبط كده اهو معايا اهو بالشكل ده، هشيل الاسترتش منها وهبطها كده خالص اهي بالشكل ده كده اهو اهو. وهناخد بقى كده جزء جزء كده اهو، هغطي برضو باقي العجين كده اهو، هاخد جزء جزء. هنرش هنا اهو شوية دقيق، طبعا الرخامة نظيفة اهو. عايزه اقول لكم ان انا وقفت التسجيل عشان انا مش عارفه اشتغل الصراحه بالجوانت، فهنفرد بقى كده معايا. انا عملتها كوره كده وزي ما انتم شايفين. هنا هنعمل مع بعض بقى رغيف الفينو، طبعا الرخامه نضيفه زي ما قلنا، ورشه رشه دقيق خفيفه جدا كده اهو. بس مش قوي يعني، سمتي كده نص سنتي معايا اهو. وبعدين نعمل بقى رغيف الفينو ازاي. بصوا هناخد الطرف كده اهو ده، ونروح عاملينه كده اهو، قافلين كده اهو عليه. وبعد كده نمشي تاني ونمشي زي الرول كده اهو، بس كل مره بلف فيها بضغط كده الضغطه دي بالشكل ده كده اهو اهو. اخر طرف بقى كده اهو اهو، ده اخر طرف كده اهو، بحاول ان انا ادخله كده كويس جدا اهو، وبيكون هو عندي من تحت. هنجيب الصاج كده اهو ونشوف هنحطه ازاي. الصاج معايا، بصوا هحطه كده اهو. بنسيب بقى فراغات ما بين كل فينو وفينو، يعني كل صباع فينو وفينو، علشان خاطر هيخمر لسه ويعلى تاني. هعمل تاني واحد قدامكم اهو. هرش برضو رشه دقيق كده خفيفه زي ما انتم شايفين. هاخد حته كده اهو من العجين اهي. طبعا انت عينك ميزان، لو انت عايزاه بقى مظبوط ممكن تجيبي ميزان وتوزني بيه عشان يبقى كله قد بعضه اهو بالشكل ده كده اهو. هفردها كده اهو زي ما وريتكم اهو. احاول ارقق فيها جدا كده اهو عشان يبقى من جوه في فراغات معايا بالشكل ده. وعايزه اقول لكم فايده معلقه النشا اللي احنا حطيناها، ان هي بتخلي لي الفينو بتاعي هش، وان معلقه الخل بديل محسن الخبز. يعني لو ما عندكيش محسن خبز هتحطي معلقه الخل، وما فيهاش اي طعم ولا فيها اي ضرر ولا اي حاجه. المهم هو بيبقى معايا كده زي ما انتم شايفين اهو، برقه كده لغايه لما يبقى نص سنتي كده اهو. وبجيب كده اهو الطرف ده كده اهو معايا، بعمله كده اهو، بعمل كده بضغط بايدي كده اهو، وبعد كده باخد تاني عامله زي الرول كده اهو، كل مره اهو بالشكل ده كده اهو كده اهو، بدوس كده اهو. واخر واحده بتبقى من تحت خالص، بقفلها كده اهو. بصوا بقفلها بايديا كده كويس قوي اهي، وادوس كده عليها بالشكل ده. وهخليها برضو هنحط معايا في الصاج، ولازم يكون في فراغات زي ما قلنا عشان لسه هتخمر. تعالوا بقى اوريكم ازاي نعمل العيش الكايزر برضو من نفس العجينه. بصي بتاخدي واحده كده اهو بالشكل ده كده اهو، وبرضو رشه دقيق كده عشان العجينه معاكي اهي بالشكل ده كده اهو كده معايا، تعمليها زي السره كده بالظبط اهي. وبعد كده تنزليها وايدك بقى كده اهو عليها كده اهو كده بالشكل ده كده اهو، عشان يبقى واخد بيضاوي الشكل المدور مظبوط اهو بالشكل ده كده معايا. ولا بقى هبططها ولا اي حاجه، هو لسه هيخمر معايا. هجيب بس الصاج كده اهو معايا واحط برده، ولما يخمر بقى العجين خالص هوريه لكم قبل ما يدخل الفرن ان شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما الفينو خمر معانا كده بالشكل ده، والضعيف حجمه بالشكل ده، وده معانا اهو الكايزر زي ما انتم شايفين. هنا انا بقى محضره معايا كوب حبه لبن كده صغيرين، ومدوبه فيهم حبه سكر، ومدوباهم كده بالشكل ده، وبالراحه خالص همشي كده فوق الفينو. بس خلي بالك يكون بالراحه جدا عشان ما تهبطهوش اهو كده بالشكل ده كده اهو. وطبعا بنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 240 من تحت مش من فوق وتحت،
واخر 5 دقايق بنولع من فوق. وبحط بقى كده عليه سمسم زي ما انتم شايفين كده. مش عايزه تحطي عليه سمسم ما تحطيش. هعمل انا بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهدخله الفرن ولما يطلع ان شاء الله نشوفه مع بعض. ايه رايكم بقى في الفينو بتاعنا بعد ما طلع من الفرن وهو بالشكل ده؟ بصوا تعالوا بقى نروح ونشوف كده عامل ازاي. بصوا بصوا هش وقطن خالص ازاي. بصوا حلو جدا، هيعجبكم. وده وراه مستوي قوي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو بصوا هشش خالص اهو. عايزه اوريكم كمان ان انا فاتحه لكم اهو بالسكينه. بصوا بصوا من جوه اهو. بصوا قطني خالص ازاي ومستوي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ومن النهارده بقى مش هنشتري فينو خالص من بره. وعايزه اقول لكم ان الكميه دي من كيلو دقيق زي ما احنا قلنا. بصوا عامله لي كميه كبيره، وطبعا حاجه مضمونه وحاجه بيتي. بصوا بصوا كمان اللي هو الفينو الطويل اهو. بصوا بستاري خالص ازاي وهو مفتوح، ولا عامل بقى من جوه اللي هو بتبقى العجينه التخينه ولا اي حاجه. الرغيف نفسه رقيق اهو زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. وفتح لكم اهو من جوه. بصوا بصوا متخمر كويس اهو. وبعدين عايزاه بقى انتي انا ما بحبوش تخين قوي، يعني الرقيق ده بيكون حلو لما بتيجي تعملي الحشوه. الولاد بيستفيدوا اصلا يعني ما يبقى رقيق كده بيكون طعمه كمان احلى. وزي ما احنا بقى شفنا كده عملناه ازاي اهو، مفتوح كده معانا اهو. واحد تاني اهو، اهو زي ما انتم شايفين كده، وخفيف جدا اكني بجد بجد مش شايله اي حاجه، يعني خفيف قوي قوي قوي. بصوا ما خدش معايا اي حاجه، يعني من كيلو دقيق عملنا كميه كبيره كده زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا عملت معايا كميه كبيره كده اهو. وعملت برده من العيش الكايزر. وعايزه اقول لكم ان احنا قريب ان شاء الله هنعمل مع بعض العجينه بتاعه الهمبرجر نفسها. وادينا عملنا العيش بتاعها اهو زي ما بوريكم. عايزه افتح لكم برده واحد من ده تشوفوه اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا الفينو، بصوا بتاع الكايزر، بصوا عامل ازاي هش جدا. وبصوا من جوه. وياريت بقى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. وياريت يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك، عشان عندي بجد كل اللي جديد ليكم. ومتشكره ليكم، والسلام عليكم. باي باي.